نرحب بكم مره ثانيه مشاهدي الكرام في برنامج مستر موسلز. حلقه اليوم راح نعيش معاكم اكيد وتمارين خاصه بعضله البطن مثل ما شفنا في الحلقات الماضيه. اليوم مشوارنا يستمر، تمارين مستمره باشراف الكابتن عمر الكندري، واكيد عنده اسرار وافكار يبين فيها الصح ويبتعد اكيد فيها عن الغلط، وان شاء الله الكل يستفيد. بعد الفاصل راح نواصل معاكم وبرنامج مستر موسلز. من بعد الفاصل احنا معاكم مره ثانيه وبرنامج مستر ماسلز. في هذه الحلقه راح نكمل مشوارنا مع الكابتن عمر الكندري، وايضا الكابتن ان شاء الله نشوفه بالحلقات الجايه معانا ضيف مره ثانيه وجسم قوي مثل ما هو يهدف الى اكيد باشراف الكابتن عمر. نكمل مشوارنا الحين واكيد نكمل تمارين عضله البطان، ومساك الله بالخير كابتن عمر. مساك الله بالنور على كل شيء وليد، شد عليه لا توقف راس الوحش. اليوم ايش عندنا؟ ايش بنسوي؟ عندنا الجزء السفلي بعضلة البيطان. اي حلو حلو. طبعا هذا اكثر جهاز يركز على العضلة السفلية. عاد وهذا اكثر جهاز يلعبونه غلط. واكثر جهاز معرض للاصابة الواحد فيه، فلازم يركز. الجهاز هذا؟ اي نعم. عاد ما احس انه اصابات يعني. اكثر جهاز تحوش في اصابة. هالجهاز هذا. لان العضلة، لاحظ ان الناس حتى اللي برا تلاقي دائما ظهره منها الصوب يعور اكثر شيء. حتى صح. لو يشيل اي شيء، لو يروح الجمعيه من التمن يشيل خشه العيش. في احد قايل لك عني انا متعور شيء؟ لا بس اشوف المعد قايل لك. لا بس الكل هذا اغلب الناس راكور معانا. اي فاذا شالوا حتى اللي يشيل لك اغراض وهذا تلاقي حتى تركيز شيلته بالغلط، فهذه المنطقه السفلى اكثر شيء هي. والله انا من كثر العوار الحين بدي اقعد، عرفت؟ بس بطل اوقف حلقه وبرنامج كاميرات. ما عليك. يعطيك العافيه. العضله السفليه هذه اذا لعبنا صح، هل الالم اللي تكلمت عنه ممكن يروح؟ ممكن بعد مو يروح، ممكن انه صعب تتعرض حق الاصابه فيه اذا انت قويت العضله هذه. ممتاز. كل ما تقويها كل ما انت يعني تبتعد عن الاصابه. نعم، فهذا رساله من كابتن عمر الكندري انه اللي يلعب التمرين اللي جاي ويركز عليه ويقوي عضلاته في المستقبل ما راح يكون معرض للاصابات والالم اللي ممكن يصيبه اذا كان راح جمعيه، شال اغراض والسوالف كلها اللي احنا نعرفها اكيد. عموما راح نشوف تمرين الحين. اي نعم الحين. بس خلينا ناخذ فاصل. ناخذ فاصل. لا قول حق الكاميرا. ناخذ فاصل وبعد الفاصل راح تشوفونه شلون يتعذب بالعضله السفليه. يا عدل. يعطيكم العافيه. اربع اسباب رئيسيه تؤدي الى التخلص من زياده المحيط الوسطي اللي موجوده في الجسم. اول سبب هو قانون الثلاث ساعات. لازم احرص انك تاكل وجبه كل ثلاث ساعات. واسوأ عاده غذائيه ممكن يسويها الانسان اللي ممكن تزيد من منطقه البطن هي تناول كميه كبيره من الطعام في آن واحد. لذلك اللي ياكل وجبتين باليوم دائما مكرش، اللي ياكل 5 إلى 6 وجبات باليوم تختفي الكرشه نهائيا. هذه اول نقطه. الامر الثاني وهو امر في غايه الاهميه، دق حديد مو رياضة هوائية. أنا دائماً أشوف اللي يعاني من الكرشة يروح يركز على الكارديو، يركز على المشي، يركز على القاري، يركز على السباحة، يركز على هذه أمور زينة وتقلل من منطقة البطن ما في شك، ولكنها مو بالضرورة أنها تقضي على منطقة البطن. فقد ينزل الوزن بالكامل للجسم ولكن تظل منطقة البطن هي الأعلى بروزاً بالجسم. لذلك زيادة الكتلة العضلية اللي هو العضلات اللي بالجسم سواء الظهر والصدر والريول والبايسبس والترايسبس، هذه كلها تؤدي إلى تقليل منطقة البطن عن طريق أمرين. أول شيء شد الدهون اللي دار مدار منطقة البطن، والأمر الثاني تنظيم سكر الدم بالدرجة الأولى الذي يوازن ما بين الجزء العلوي والجزء السفلي بالجسم. والأمر الرابع والأخير وهي نصيحة ممتازة، قلل النشويات والسكريات بالليل على العشاء. ليش؟ لأن السكريات والنشويات هي مصدر الطاقة الرئيسي في الإنسان، وبالليل وقت الراحة والنوم والسكون فتنفرز الطاقة في الجسم، إذا لم تصرف تتخزن على هيئة الدهون. الحين بهاللحظة هذه بهالحلقة هذه بإشراف هذا الإنسان
عمر كندري، خالد ملك راح يعاني. ايش راح نسوي فيه؟ راح الحين يقعد وراح تشوفون شلون يلعب اللعبه حل. هذه بالطريقه الصحيحه. الله يعينك يا خالد، قلبي معك. روح القعده صح، القعده بدايتها القعده هذه صح، يثني ركبه قليل. اي بشوف انا طبعا يسحب، شوف اسحب خالد، طبعا يسحب حلو. العضله وما ينزل بظهره وايد، يعني هو قاعد ثنيت ركبه بسيطه. ايه؟ والسحبه تصير كذي مستوى البطن المعده. اي نعم. اي البعض يسوي كذي يزرق، البعض يصعدها لفوق، او البعض يسوي كذي او يرجع مع السحبه فيسهل العضله. هذه يسمونها فن شلون تفوق التمرين. ايه؟ شلون تزرق. اي وطبعا لمن يقدم، ارجع خالد. ايه؟ ولمن يقدم ما يمد جسمه كله، بس على مستوى ذراعه. عاد اذكر في كابتن قال لما تلعب اللعبه هذه ايش تسوي؟ تسوي كذي زين بالرده. اي كذي صح ولا غلط الشيء هذا؟ لا غلط. ليش؟ انا اقول لك لان في انت راح تمر بمستويات، وخاصه اذا انت كنت ناشف، لما تمد نفسك راح تتمزق عندك العضلات. فانا اي فانت لما تجدمها ما تستفيد. انت اوريدي قاعد تلعب بتمارين ثانيه، قاعد تحرك العضله اللي فوق. انت تركيزك حاجه اني انا اسوي ستريتشنج للعضله، لا داعي ستريتش تسوي فيها. حلو. انت تركيزك حلو. تحت، فاذا انا بستمر على تكون العضله على طول شاده بالتمرين او بالجولات اللي قاعد العبها، ما ارجع اثني ظهري لورا وما حلو. اثني ظهري قدام اذا مديت فيني. حلو ممتاز. الرده هذه ما تؤدي المرفق نفسه؟ لا ما في تاثير. اذا انت لما بطلع حده كذي، لا انت لا ترخي نفسك، اذا انت تصعد تسحب وتطلع طلعه كامله. ايه؟ ما راح يحوشك شيء. ليش ما الاصابه؟ الا اذا انت لاعب بوزن انت ما تقدر عليه وايد او تغصب نفسك عليه. صحيح صحيح. فغالبا التمرين هذا كم جوله تاخذه؟ أربع جولات 15 طقة. أنا دائماً أفكر أن الواحد ما يقل عن أربع جولات ولا 15 طقة. حلو. فأربع جولات 15 طقة، معنا في بعض المدربين يعطون سبع جولات ست جولات خمس جولات مع التكنيك هذا ولا لا؟ أنا ضد هالشغلة هذه، لأن العضلة يعني تتعب. معنى عضلة كبيرة هي ترى. إي عضلة كبيرة، بس هي تختلف إذا واحد قاعد يجهز حق بطولة أو حق نفسه. إذا حق بطولة ممكن إنه يلعب ممكن خمس جولات ست جولات، لأن تكون في لأن راح يعني تكنيك اللعب راح يتغير كله، راح يكون معاه سوبرات دربات والأكل غير، فكله راح يختلف معاه. حتى نعم. إذا أنت دايت وايد أثناء البطولة طبعا أنت يكون لو كارب عندك، فما فيك عافية نفس الإنسان اللي قاعد ياكل على راحته. نعم نعم. فراح يختلف الجولات عندك. فإذا كان لو كارب عنده يقلل عدد الجولات نوعا ما، عدد الجولات يقللها، حتى عدد الطقات يقللها، الوزن ما يقدر يلعب وزن عالي. زين خالد يقلل عدد الجولات ولا ما يقلل؟ لا خالد ما يوقف. على راسي يا ابو وليد حبيب قلبي كابتن عمر مبدر، والله ونعم فيك. الله يعافيك. الحلقه هذه خلصت، الحلقه الجايه بعد نبي نكمل المعاناه حق خالد، لكن معاناه جميله، لان المعاناه هذه راح يكون نتيجتها جسم حلو مرتب، والواحد يلبس اللي يبي ويستمتع بالمستوى اللي وصل له، والجسم الحلو وراه صحه وعافيه ان شاء الله يا رب. حاب تقول كلمه اخيره؟ اهتموا بحسن المظهر، والرياضه ترى شيء زين ويطرد منك السموم بجسمك والامراض، وتكون عندك بالفعل. مناعه قويه. بالفعل. قواك الله كابتن عمر. سمع. الوعد معكم ان شاء الله باكر مستر مصز، وتمرين جديد مع البطل عمر الكندري، والبطل المستقبل ان شاء الله يا رب خالد ملك. في امان الله.